وانت يا سعاده الوزير كل ما بتطلع بيرتفع الاسعار، ليش؟ وليش تركيزك على يكون على الـ على الـ على المعروض، مش على المعروض، على الـ على الاشخاص، على الطلب. انت بتحسن الطلب، يعني البرامج اللي نزلت الان كلها فيها فائده للهوامير. ليش؟ لانه الوزير بالبرامج الموجوده هذه بيمكن المواطن انه يحصل على تمويل، صحيح، بيوقع اتفاقات مع البنوك، بيسرع الحصول على قرض من صندوق التنميه. هذه كلها اشياء هم يعني في نظر الجمهور انها بتفيد، مفيده، ما قلنا لا، بس بتفيد اكثر اصحاب العقار. ليش ما في تركيز اكثر على المعروض؟ يعني موضوع الاراضي، التوفير، المخططات والاشياء هذه. طبعا الوزير جاوب بطريقه ممتازه وواقعيه، واقعيه. طب دحين خلينا التسريع، يعني بس عشان الناس تستفيد، التسريع في فسح المخططات، اشياء ذكرها يعني بالتفصيل. طب خلينا نتكلم بطريقه واقعيه شويه عشان بس لا نحسس نفسنا احنا عايشين في الهيلتون وفي منتدى جده الاقتصادي، فبنطلع اللي بناخده هنا وبنقوله للناس. خلينا نجيب الرايين مع بعض. الراي العام في تويتر اللي هو بيشكل الاغلبيه الان، هو الراي العام السوليد عندنا، تشاؤميه ولا تفاؤليه؟ استاذ وليد. والله شوف، هي كانت ماشيه تفاؤل بصوره ايجابيه اغلب الوقت. بعض الاشخاص من المؤثرين حطوا رايهم، كان راي سلبي، حول مجرى الهاشتاجات كلها الى 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 نظره سلبيه جدا. كان نقد بناء ولا نقد بس اي والله نقد؟ هو وجهه نظر. يعني مثلا في واحد اليوم كاتبه انه انا شايفه انه في وزير طلع او في شخصيه من برا جات طلعت اتكلم، ماني عارف ايش اسمه، ماني عارف ايش اسم البلد اللي هو فيها، وشكله هو محتاج سكن. يعني شيء ما هو ريليتد نهائيا. لا بس يعني عادي تجلس في البيت. انا بتكلم على راي الناس اللي اقدر اخذه بعين الاعتبار. شوف خليني اقول لك، ثانيه موثقه، عفوا على المقاطعه، في وحده ثانيه موثقه انه في ستات زعلانين من خدمه شاي وقهوه او شيء، يعني فهي مصوره الستات. يعني في ناس هل يهمهم الدنيا التواجد كلها؟ لا لا لمجرد التواجد. لا لا، كل اللي لاحظته كلام حول الاسكان ومناقشه الاسكان. يمكن خلينا نتكلم، ممكن نقيس الراي العام او الناس كيف ايش اللي حسيته من التغريدات اللي طلعت. كانت من المعلومه اللي قالها الوزير السنغافوري انه 92% من السنغافوريين يمتلكوا منازل او مساكن. فطبعا في بعض الاراء جات انه سنغافوره بكبرها قد الرياض، واحنا اشبه قاره، واحنا تقريبا شبه بكبر قاره. فبرضه في ناس ردت قالت لا، حتى يعني موارد اذا لازم ناخذها بنسبه وتناسب. احنا صح بلد كبيره بس دخلنا كبير مقارنه بسنغافوره الصغير، ودخلها متناسب مع ايوه. ولو اخذناها بنسبه وتناسب مع سنغافوره حنكون احنا خسرانين. ليش؟ لانه سنغافوره برضه عدد سكانها 5 مليون او اكثر، مو بسيط. طب 5 مليون على قد اقتصادهم، احنا 24 على قد اقتصادنا، على قد احنا 19 مليون، وعلى المساحه. ف يعني اذا اربع اضعاف، اذا نتكلم على عدد سكان اربع اضعاف، مساحه السعوديه اكثر من اربع اضعاف بكثير من من من, من سنغافوره. فما في مقارنه لصالحهم هم، مو لصالحنا احنا. يعني احنا كسبين المقارنه يعني؟ لا لا، هم اللي كسبين المقارنه، هم كسبانينا. ايوه ما في شك، هذه عنده عاد، هو اقتصادي، هو يقول انا ما يصلح فيها. في تغريده ثانيه كتبتها راح نختم بها، بس نعيدها للتوضيح. سنغافوره 5 مليون، نحن تقريبا 20 مليون. لو نحن مساحه ارضنا اربع اضعافهم معناته متساويين، بس انا بقول لك نحن مساحه ارضنا اضعاف اربع مرات. معلش قبل ما نختم في حاجه سريعه، انه كانت واحده من كلمات السيد خالد عوض انه طلب على الكهرباء بيتزايد في السعوديه بنسبه 10% كل سنه. هذه واحده من الحاجات انتشرت بتعمل ريتويت بشكل كبير في تويتر. كمان الشيء الثاني، في اشاعه طلعت صراحه جدا غريبه انه الدكتور شويش وزير الاسكان اتاخر ساعه ونص عن الجلسه، وهذا خطا. هذا كانت كل الجلسات صراحه اون تايم، هذا شيء يحسب للمنتدى. يعني بس هو مبطل اي لا لا، فهذه احنا بننفي الاشاعه هذه انه لا، ما ابدا ما تاخر. الرجال جاء في وقته، الرجال جاء في ميعاده، كل الوزراء جاء في ميعاده. مضبوط. احنا حابين نشكر وجودكم معنا في الاستديو، والمهم انه طلعت بماده ثريه لايش صار في تويتر، ان شاء الله تصورها. كل الشكر لوجودكم معنا. مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا لختام تغطيتنا المباشره اليوم في منتدى جده الاقتصادي في يومه الثاني للفعاليات. راح نجدد معاكم التواصل بكره ان شاء الله، بثنا المباشر من داخل منتدى جده الاقتصادي، تحديدا من استديو ديوان جده، راح يبدا في تمام الساعه 1 ظهرا. كل الشكر لوجودكم معنا، وفي امان الله.
تمكين كافة المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة ذات جودة وميسورة التكلفة. الثالث إيجاد قطاع إسكان مستدام يتجاوب مع الطلب دون الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي. ولتحقيق الأهداف التي ذكرت في الاستراتيجية والرؤية